نذر الطاعة، فإذا نذر طاعة لله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء به. في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة فإنه يجب عليه أن يوفي بها، وهذا هو رأي الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إذ يقول: إن هذا النذر إذا كان على عبادة ليست واجبة في أصل الشرع فلا يلزم الوفاء بها. مثال ذلك: نذر صلاة فيجب الوفاء بهذا النذر لأن الصلاة واجبة من حيث أصل الشرع. إذا نذر صياما وجب عليه الوفاء به لأن الصيام قد جاءت نصوص بوجوبه كصيام رمضان. لو نذر اعتكافا فإن هذا النذر لا يجب الوفاء به على مذهبه رحمه الله. لما؟ لأن الاعتكاف ليس واجبا من حيث الأصل، فالاعتكاف سنة. إن نذر الطاعة يجب الوفاء به سواء كان هذا النذر مطلقا أو معلقا. مثال المطلق: لو قال: نذر علي أن أصلي ركعتين، فيجب الوفاء به. مثال المعلق: لو قال: إن شفى الله مريضي فنذر علي أن أصلي ركعتين، فإذا شفى الله مريضه فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر.